وائل، شلون ناكل الماء؟ هذا لغز لكم، شلون ناكل الماء؟ هذه الخضار اللي فيها صحيح والفواكه. الخضار يقول اذا انت ما تحب كثره شرب المويه عليك باكل الماء. خب واحد يفهمها ياكل ثلج ابو تركي. والله جيد برضو ليه لا؟ ثلج والله الخيار الخيار والبطيخ وبعض يمكن الفواكه والفواكه والخضار نسبه المويه فيها فوق 95%. ما شاء الله ما شاء الله. مثل الجح السام بالذات الجح الجح والجزر حتى الجزر مع انها فيها الياف كثيره بس يعني تبي تحقق. والخيار الخيار زي ما ذكر ابو تركي يعني سحار. نسبه الماء فيه عاليه جدا. طماطم الطماطم في نسبه بعض الناس زي ما تفضل ما يستسيغ يشرب مويه كثير ترى في ناس صح مع ان في ناس يتلذذون يعني الماء البارد له لذه خاصه اذا صار بارد وعطشان بس في بعض الناس يقول والله مرت عليه حالات في العياده تستغرب يقول انا ما استسيغ المويه دي ابد. لا اله إيه في ناس كذا فزي ما ذكر اما انك تحل تضع منكهات للماء مثلا تحط فيه ماء ورد تحط فيه ليمون فيتامين سي شغلات او انك تركز على الخضار الجزر والخس هذه كلها مصادر جيده للماء فتاكل الماء. احسنت. نرجع بس ترى فيه شيء في التوتر احنا ما تطرقنا له وتكلمنا عنه ابدا قضيه الاجهزه وكثرة الاستخدام الجوال يا الله. وهذه يعني احنا سوينا مع مجموعة من الشباب كنا كل واحد تعرفون انتم في طريقة حساب يحسب كم ساعة استخدم الجوال صحيح. وكان يوم سألت الشباب اللي يقول ساعة اللي يقول ساعتين